بناتي وابنائي الأعزاء، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتيك. هنكمل مع بعض الدايجستيف سيستم، وهناخد النهاردة الاستومك. احنا أخدنا محاضرتين قبل كده أو ثلاث محاضرات قبل كده، واحدة في الأورال كافيتي، واحدة في الاسوفجاس، واحدة في الدايجستيف جلاندز. النهاردة هنكمل مع بعض الاستومك. والاستومك هنقول فيها مقدمة بسيطة. في الاناتومي بنقسمها لأربع أجزاء: كاردياك ريجن، فاندس، البادي، والبيلوريس. لكن في الهيستولوجي بنقسمها لثلاث مناطق: كاردياك ريجن، فاندك ريجن اللي بتاخد معاها البادي، واخر حاجة هي البيلوريس. هل التلاتة مختلفين عن بعض؟ الحقيقة الخلاف بينهم عن بعض بسيط جدا، هنناقشه فيه من خلال المحاضرة. طبعا دي منطقة الفاندس ودي منطقة البيلوريس، دي بنسميها البيلوريك تيوب. لكن زي اي هولو اورجان بتتكون من ميكوزا، ساب ميكوزا، ماسكولوزا او ماسكولاريس اكسترنا، والاخر حاجة هي السيروزا او الادفنتيشي. يبقى انا عندي 4 بيزك لايرز بيتكون منهم اي هولو اورجان، وبالتالي الدايجستيف تيوب. رقم 1 الميكوزا، رقم 2 الساب ميكوزا، الماسكولوزا، والسيروزا او الادفنتيشي. وافتكر الاربع كلمات دول حفظناهم مية. الميكوزا بتتكون من ابيثيليوم، لامنا بروبريا، ماسكولاريس ميكوزا. الماسكولاريس اكسترنا او الماسكولوزا بتتكون من 2 لايرز، inner circular layer outer longitudinal. ده الكلام اللي احنا حفظناه في مقدمة محاضرة الاسوفجس. لكن في الاستومك الموضوع هيختلف شوية صغيرين. اولا بالنسبة للميكوز، ثانيا بالنسبة للماسكولاريس اكستير. هنطلع من القصة دي كلها بخمس كلمات جديدة هنحطهم على اللي احنا عارفينه. يبقى احنا خلصنا الاستومك. في الميوكاس ممبرين انا عايز اعرف كلمتين، كلمة روجي وكلمة جاستريك بيت. دول كلمتين جديدة داخلين عليه. في اللامنا بروبري عندنا حاجة جديدة اسمها جاستريك جلان، والجاستريك جلان بنقسمها حسب الريجن اللي هي فيه. في عندنا كارديا جلانس، فاند جلانس، اند بايلوريك جلانس. الماسكولاريس اكسترنا في الاستومك بتختلف عن كل الاورجنز في ان هي 3 لايرز، ما هياش 2 لايرز. حاجه الثانيه ان هي بتعمل اكشوال سفنكتر. يبقى دول الخمس كلمات اللي انا عايز نطلع بيهم الاول قبل ما ندخل في التفاصيل المهمة. ايه هي الخمس كلمات؟ يعني ايه روجي؟ يعني ايه جاستريك بيت؟ يعني ايه جاستريك جلانس؟ مواصفات الماسكولاريس اكسترنا اللي بتختلف بيها عن كل بقية منطقة، عن كل الديجستيف تيوب. الفاندك ريجن، فاندك ريجن زي ما اتفقنا ان هي المنطقة اللي هي بتشمل الفاندس و البادي. فيها لونجيتودينال روجي. الروجي او الروجي دي عباره عن ايه؟ عباره عن لونجيتودينال فولز. هذه اللونجيتودينال فولز بتختفي مع مين؟ يبقى هي طول ما الاستومك فاضيه والفولز دي موجوده. طب هل انا بشوفها؟ ايوه، لو دخلت بالمنظار اقدر اشوفها كويس قوي قوي في الاستومك، لكن بتختفي افتر منه. طبعا المناظير بتتعمل والانسان صايم، فبالتالي لازم تكون موجوده. الجاستريك بيت دي نقطة تانية بشوفها في الميكوزا، ودي خاصة بالاستومك. ايه هي الجاستريك بيت؟ الجاستريك بيت فحر، فحر موجودة في الاستومك بس مايكروسكوبيك، يعني انا بشوفها شاعتها بالمنظار. لما ادخل المنظار ما اشوفش الجاستريك بيت، لكن بالميكروسكوب بلاقي الجاستريك بيت دي عبارة عن فحرة كده. الفحرة دي لما انزل فيها الاقي فيها اوبنينجز او فتحات كبيرة. الفتحات دي بتاعت جلاندز. الجلاندز دي موجودة تحت الابيثيليوم في اللامنا بروبريا، بسميها الجاستريك جلاندز. يبقى اذا الجاستريك جلاندز ما بتفتحش مباشره على السيرفس، بتفتح الاول في فتحه كبيره اسمها بيتس. اسمها ايه؟ بيتس. يبقى جاستريك بيتس. ايه هي الجاستريك بيتس؟ دي عباره عن فتحات كبيره نسبيا موجوده في الجاستريك ميكوزا. لما انزل فيها الاقي فتحات اصغر، كل فتحه عباره عن تيوب. لما انزل في التيوب الاقيها هي دي الجاستريك جلاندز. يبقى اذا عرفت دلوقتي الكلمتين الروجي والجاستريك بيتس. دي الروجي اللي هي عباره عن لونجيتودينال فولز مع الاستومك تتملي، ابص الاقي الفولز دي بتختفي. فين الجاستريك بيتس؟ لا ده انا بشوفها بالميكروسكوب اهي. دي الجاستريك بيتس اللي فاتح فيها الجلاندز. يبقى عرفنا يعني ايه روجي ويعني ايه جاستريك بيتس. لسه الكلام في الميكوزا اللي بنقسمه الى ابيثيليوم، لامنا بروبريا، وماسكولاريس ميكوزا.
في اللامينا بروبريا بلاقي الجاستر جلينز. ده طبعا ما ينفيش ان احنا حافظين ان اللامينا بروبريا عباره عن لوز اريولار كونكتيف تيشو. امال ايه اللايننج ابيثيليوم في الاستومك؟ ده سيمبل كولامنر ميوكاس سكريتنج سيل. يتحفظ كده سيمبل كولامنر ميوكاس سكريتنج سيل، بسميه سيرفيس ميوكاس سيلز، وموجود فيه الديبريشن اللي احنا قلنا عليه وسميناه الجاستريك بيتس. اذا الجلانس بتاعتنا موجوده فين؟ موجوده في اللامينا بروبر. الجلانس دي شكلها ايه؟ شغلتها ايه؟ وظيفتها ايه؟ انواعها ايه؟ لو عرفنا المعلومات بتاعت الجاستر جلانس يبقى هي دي الاستومك. يبقى الاستومك كلها فين؟ في الجاستر جلانس. ليه بقى؟ لان الفانكشن بتاعت الاستومك هي الدايجيشن، واحيانا يكون ونادر ان يكون الابسوربشن. الدايجيشن ده ميكانيكال ولا كيميكال؟ الحقيقه في الاستومك الاثنين، في جزء ميكانيكال وجزء كيميكال. الجزء الكيميكال هيعتمد على الجاستريك جوس، والجاستريك جوس بتيجي منين؟ بتيجي من الجاستريك جلاندز. الجاستريك جوس دي بتحتوي على انزيمز، بتحتوي على اتش سي ال، دول التو فاكتورز المهمين اللي انا محتاجهم في عمليه الدايجيشن. يبقى اذا الجاستريك جوس بتطلع من الجاستريك جلاندز. لو عرفت الجاستريك جلاند، عرفت الجاستريك جوس، عرفت الفانكشن بتاعت الاستومك. عندي حوالي 15 مليون جاستريك جلاند منتشرين في انحاء الفندس او في انحاء الاستومك. كمان بلاقي في اللامينا بروبريا بتاعتي شويه ليمفوسايت متجمعين مع بعض وقاعدين تحت الابيثيليوم احتياطي، ربما مايكرو اورجانيزم يدخل مع الاكل ولا حاجه، يبقى احنا جاهزين بجهاز المناعه بتاعنا. دي بسميها جالت، جي اي ال تي، معناها جالت اسوشيتد ليمفويد نيديولز. الماسكولاريس ميكوزا ما فيش فيها حاجه جديده، انر سيركلر واوتر لونجيتيدنا. لو ابص على الصوره بتاعتي دي هلاقي ان انا خلصت الميكوزا الاولاني. اول حاجه قابلتني هي الابيثيليوم والسيمبل كولامنر ميوكاس سكريتنج سيل، تحته اللامينا بروبريا، كل دي اسمها اللامينا بروبريا، اكيوبايد بالجلانس اللي اسمها جاستر جلانس. تفضل ماشي معايا الجاستر جلانس لحد فين؟ لحد الماسكولاريس ميكوزا اللي هي الطبقه البني الحلوه دي. يبقى دي بسميها الماسكولاريس ميكوزا. امال ايه اللي في الصب ميكوزا؟ الصب ميكوزا مفيش فيها اي حاجه، دي عباره عن لوز اريا كونكتيف تيشو ريتش ان بلاد فيزز اند الانفكت، وموجود فيها الميسنرز نيرف بلكسس. الماسكولوزا بقى اللي هي الماسكولاريس اكسترنا دي عباره عن 3 لايرز. احنا دايما متعودين انر سيركلر واوتر لينجيتيدنال، احنا ماشيين زي ما احنا، انر سيركلر واوتر لينجيتيدنال، نضيف لين جوه خالص يبقى انر اوبليك ميدل سيركلر واوتر لينجيتيدنال. بتيجي في هنا كده عند نهايه البايلوراس وتعمل البايلوريك اسفنكتر. طيب الاستومك بتاعتي لايند باي كفرد باي سيروزا ولا كفرد باي ادفنتيشيا؟ ايه هي كفرد باي سيروزا. الفاند جلاند وده بيته القصير زي بيقول. يعني ايه بيته القصير؟ يعني هي دي النقطة اللي احنا عايزين نفهمها كويس ونحفظها كويس. الفاند جلاند دي سيمبل برانشد تيوبولار جلاند. يعني ايه سيمبل برانشد تيوبولار جلاند؟ سيمبل يعني لها ضغط واحدة مش أكتر من ضغط. تيوبولار يعني السكريتوري بارت شكله تيوبولار. طب لو ما كانش تيوبولار كان هيبقى أسهل، لكن ده شكله تيوبولار فسميناها تيوبولار. يبقى هي سيمبل تيوبولار جلاند، دي سيمبل لها ضغط واحد. تيوبولار عشان السكريتوري بارت شكله تيوبول. امال ايه برانشد؟ السكريتوري بارت جزئيتين، واحده يمين والثانيه شمال، فبنسميها برانشد. يبقى هي سمبل برانشد تيوبولار جلاند. طب ما تيجي نرسمها ونشوفها احسن، خاصه وان احنا ممكن نشوف معاها الجاستريك بيت. ده الجاستريك بيت 1 2 3 ديبريشن، ده مجرد ديبريشن في الميكوزا. دي الميكوزا على فكره دي سيلز، لان احنا مصورين بالالكترون ميكروسكوب طياره كده دخلت جوه الاستومك ولقطت لنا كام صوره كده بالالكترون ميكروسكوب. لقطت لنا ايه؟ ده سيلز، كل واحده من دي اللي انت شايفها دي عباره عن الخليه من فوق، فبيبقى شكلها بالمنظر ده. لكن في هنا فحر اهي، جاستريك بيت اهي، ديبريشن اهو. فين بقى الجلاند؟ ما هي الجلاند مش هنا، مش عارف اشوفها، انا لازم انزل تحت 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 والاقي بقى في جلاند كده وجلاند كده وجلاند كده وجلاند كده، لان من حوالي 6 جلاندز بيفتحوا في نفس الجاستريك بيت. كل جلاند عباره عن ايه؟ عباره عن دكت ونازل منها تو سكريتوري بارتس، فبنقول عليها سمبل برانشيد تيوبولار جلاند. لما اجي ارسمها لازم ارسم البيزمنت ممبرين. اهو بص، حتى اللي رسم هنا الرسمه الحلوه دي، اول حاجه هيرسمها هي البيزل لامينا او البيزمنت ممبرين اللي هرص عليها الابيثيليال سيلز زي ما هي مرصوصه هنا كده، اللي هي الكولامنر سيلز. لكن انا دومك الجلاند اللي بنقسمها الى رقم واحد الازمس اللي هو بعد الدكت، دي بيبدا الازمس. بعد الازمس بلاقي
النك، المنطقة دي بسميها منطقة النك، وبعد كده يجي الفندس أو البادي بتاعها اللي فيه معظم السيلز. يبقى إذا بقسمها أناتوميكالي إلى، نحفظ مع بعض، إزمس، نك، وفندس، لكن ما انساش أبدا إن هي ليها بيزل لامينا أو بيزمنت ميمبرين. إيه رأيكم نرسم السيلز اللي إحنا ممكن نشوفها في الجاستر؟ آدي أول نوع من أنواع السيلز، لاحظ معايا إن هي شوية أسيدوفيلك. رقم اتنين كولامنر سيلز، طبعا موجودة ناحية وموجودة ناحية، إن بتكلم عن تيوب، أهي تيوب بالمنظر ده كده، يبقى دي إيه؟ دي تيوب. النوع ده من الخلايا بنسميه سيرفيس ميوكاس سيل. طب ازاي سيرفيس وده نازل تحت كده؟ لا، ما هو احنا عايزين نعرف ان ده جزء من الجاستريك بيت، ما هوش الجلاند نفسها، او لو اعتبرناه من الجلاند فاحنا بنقول ان الجزء ده بيتوصف فين؟ في الجاستريك بيت. السيلز اللي فيه ايه؟ سيرفيس سيل، شغلتها ايه؟ بتفرز ميوكاس، اسمها ايه؟ سيرفيس ميوكاس سيلز. خلاص عرفنا دي. طيب ايه تاني من انواع السيلز اللي ممكن الاقيها في الجاستريك جلاند؟ ايه السيلز الحمراء؟ الاوكس في السيل، الاوكس، الاوكسنتيك سيل، دي اوكسنتيك سيل او بارايتال سيل او اتش سي ال سكريتنج سيل. الخلايا دي مهمه جدا، لازم نكون عارفينها وحافظينها وفاهمينها، اللي هي بنسميها ايه؟ الاوكسنتيك سيل او البارايتال سيل. طيب البارايتال سيل دي موجوده فين؟ في انهي منطقه؟ هنعرفها بالتفصيل الكلام ده كله. طيب ده احنا اخدنا نوع تاني البارايتال سيل، النوع التالت بيزوفيليك. طالما بيزوفيليك يبقى فيه رايبوسومز، وطالما في رايبوسومز يبقى بيفرز بروتينز. ايه البروتينز اللي موجوده في الجاستريك جوس؟ انزيمز. الانزيمز دي طبعا بالتحديد بنقول البيبسينوجين او البيبسين ومعاه اللايبيز انزيم، دي الانزيمز اللي بلاقيها في الجاستريك جوس. يبقى اذا دي السيلز اللي هتفرز لي البروتينز اللي موجوده في الجاستريك جوس، اللي هي البيبسينوجين واللايبيز انزيم. هلاقي الخلايا بتاعتي بيزوفيليك علشان فيها رايبوسومز، وبنسميها تشيف سيل او بيبسينوجين سيل. طيب في حاجه تانية، امال الفاضي ده هيتميل ايه؟ هنشوف كده. ايه بس دي سيلز نفس المنظر ده، نفس الشبه ده، صح؟ بتفرز ميوكس، مظبوط، زي السيرفس ميوكس سيل، بس ما هياش على السيرفس، السيرفس لحد الازمس كده. امال معظمها فين؟ معظمها في منطقه النك، علشان كده هنسميها ميوكس نك سيل. يبقى انا عندي سيرفس ميوكس سيل، الميوكس نك سيل. طيب ما عادش في انواع ثانيه، يبقى انا واحد اثنين ثلاثه اربعه، عندي اربع انواع من السيلز موجوده في الجاستر جلاند. لا بس في هنا فراغات، بص معايا كده، في هنا ايه؟ فراغات اهي. الفراغات دي لازم يكون فيها نيوكليوي، لان دي اكيد سيلز، ما فيش حاجه اسمها فراغ في تيشو. يبقى اذا دي سيلز، بس ما كانتش واضحه او بتفضل مش واضحه كده على طول، بسميها انتيرو اندوكراين سيل. يبقى انا عندي كام نوع دلوقتي؟ سيرفس ميوكاس سيل، ميوكاس نيك سيل، بارايتال سيل، انتيرو اندوكراين سيل، اند تشيف سيل. لسه في نوع تاني؟ لسه في نوع تاني مش هقدر اشوفه خالص ولا اقدر اميزه نهائي باللايت مايكروسكوب، اسمه ايه؟ اسمه الانديفرنشيتد ستيم سيل. يبقى انا عندي كام نوع من السيلز؟ عندي ست انواع من السيلز. نقدر بكده نعمل فانتاستيك كده علشان خاطر الدكتور حسن حنيفة، نقول ان احنا عندنا خليتين مهمين وخليتين متشابهين وخليتين مش واضحين. يبقى انا عندي خليتين مهمين بارايتال سيل والتشيف سيل، وخليتين متشابهين سيرفس ميوكاس سيل وميوكاس نيكس، وعندي خليتين مش باينين اللي هم التيرو اندوكراين سيل ومعاها الانديفرنشيتد ستيم سيل. يبقى احنا وقفنا عند الفاند الجليد، وعرفنا يعني ايه فاندنج جلاند، يعني سيمبل برانش تيوبولار جلاند، وعرفنا تقسيمتها وايه السيلز اللي فيها والكلام ده كله، يعني ايه جاستريك بيت والقصه دي كلها. وقلنا ان الفاندنج جلاند هي اللي بتفرز لنا بشكل رئيسي الجاستريك جوس، اللي بتحتوي على الميوكس، بتحتوي على الاتش سي ال، بتحتوي على الانترنسيك فاكتور، وبتحتوي على البروتينز اللي هي البيبسين واللايبيز انزيمز. السيلز بتاعتنا قلنا ان احنا عندنا ست انواع من السيلز، قسمناهم لاثنين مهمين واثنين متشابهين واثنين مش باين. طيب تعالوا ناخد اول حاجه مهمه اللي هي البارايتال سيل. البارايتال سيل فيري امبورتنت سيل، بتبقى لارج وراوندد وتريانجولار والنيوكليس واسيدوفيليك قوي، لدرجه ان احنا بنقول عليها اوكزنتيك سيل او اوكزنتيك سيتوبلازم. هي فين؟ هي الخلايا الحمراء المنوره دي بسميها ايه؟ بسميها بارايتال سيل. شكلها ايه بالالكترو مايكروسكوب؟ كمان مميزه جدا بالالكترو مايكروسكوب، وعمرك في حياتك ما هتنساها لحد ما تتخصص في تخصص تاني غير امراض بطن. في الحاله دي ممكن تنسى البارايتال سيل، ما دون ذلك طول عمرك هتفضل عايش معاك البارايتال سيل بشكلها الحلو ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انفاجينيشن في السيل ميمبرين،
لما حصل انفاجينيشن في السمن برين عمل لي تراكات جوه الخليه، جوه الخليه بس مش جوه مش جوه السيتوبلازم، يعني السمن برين دخل لجوه، فسميناها انترا يعني داخل، انترا سيلولار كاناليكولاي. يبقى ايه ده؟ ده انترا سيلولار كاناليكولاي، ونلاحظ وجود المايكرو فيلاي. يبقى انا بتكلم دلوقتي عن الالكترون مايكروسكوب. ايه تاني في الخليه دي؟ الاول لازم نعرف ايه الفانكشن بتاعتها. الفانكشن بتاعتها حاجه الاولانيه سكريشن اوف اتش سي ال، الحاجه الثانيه سكريشن اوف انترنسيك فاكتور. الاتش سي ال هو اللي مسؤول عن الاسيدتي بتاعت الاستومك، اللي بيساعدنا طبعا في حاجات كتير، دايجيشن وسترلايزيشن، وبيدي بي اتش كويس، بيدي بي اتش اوبتيمال بي اتش للباثولوجي عشان يشتغل. دي الفانكشن بتاعت الاتش سي ال. لكن اللي بيفرزه مين؟ اللي بيفرزه البارايتال سيل. بعد الفانكشن الاوليه سكريشن اوف اتش سي ال، الفانكشن الثانيه بتعمل سكريشن اوف انترنسيك فاكتور. ايه هو الانترنسيك فاكتور؟ انترنسيك فاكتور ات از امبورتنت فاكتور او اسينشال فاكتور فور ابزوربشن اوف اكسترنسيك فاكتور. طب ايه هو الاكسترنسيك فاكتور؟ هو فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مهم جدا في الهيومن بايس بتاعنا، الهيومن بايس بتاعنا. عشان كده لو نقص الفيتامين بي 12 ده بيبقى مع حاجه اسمها مشهوره خالص اسمها برينيشس انيميا. اتش سي ال سكريشن از فيري اكتف بروسيس، عشان كده بحتاج الى هاي انرجي. الاقي في الخليه بتاعتي هيوج نمبر اوف او لارج نمبر اوف ميتوكوندري، والاحظ ان الميتوكوندري ريليتد لمين؟ صح، برافو عليك، الانترا سيلولار كانليكولاي. يبقى اذا الميتوكوندريا بلاقي معظمها حوالين الانترا سيلولار كانليكولاي، يبقى اذا عمليه الاتش سي ال هتتم معظمها في المكان ده. ده اللي انا اقدر افهمه لحد دلوقتي من الصوره اللي قدام. ايه تاني ممكن اشوف في الالكترومايكروجراف بتاع ال اتش اف سيل؟ اللي هي رقم ثلاثه التيوبيولو فيزيكولار سيستم، يعني هي فيزيكلز في شكل تيوبيو، وده ابداع من الخالق سبحانه وتعالى. عمل ايه؟ قال ان السلم برين بتاع الانترا سيلولار كانليكولاي ده عليه اكتيف انزيم اللي بنسميها الاي تي بيز انزيم. هذه الاي تي بيز انزيم بعد شويه هتبقى اكسباير، يبقى لازم اكون جاهز بانزيمز جديده ولاففها في صوره رولات رولز، واحط رولز دي جوه السيتوبلازم واستنى اول ما الانزيمز اللي على السمبرين اللي شغاله دلوقتي يحصل لها اكسبيريشن، على طول اقوم فارد الرول اللي معايا ده، الاقي عليه انزيمز قاعده على طول على الشغل. ده ابداع. اذا التيوبلو فيزيكولار سيستم ده احتياطي للسمبرين ده. فيه ايه؟ فيه مجموعه الانزيمز اللي بستخدمها في عمليه الاتش سي ال سكريشن، بسميها تيوبلو فيزيكولار سيستم. يبقى هشوف ايه بقى في الخليه بتاعتنا؟ انترا سيلولار كانليكولاي، هشوف فيها مايكروفلاي، هشوفها تيوبلو فيزيكولار سيستم. ولاحظ معايا ان كل ما التيوبلو فيزيكولار سيستم تقل كل ما المايكروفلاي تزيد، والعكس كل ما المايكروفلاي تزيد التيوبلو فيزيكولار سيستم اللي عندي جوه الخليه هيقل. ليه؟ ده معناه ان فيري اكتف سيل في عمليه الاتش سي ال سكريشن. الفانكشن خلاص قلناه، بس عايزين نشوف الميكانيزم بقى علشان ناكد الكلام بتاع الالكترومايكروجراف. عايزين نشوف الميكانيزم بتاع الاتش سي ال سكريشن. علشان نفهم الميكانيزم عايزين نعرف حاجتين. الحاجه الاولانيه ايه هي مقدرات الخليه دي؟ ايه هي المميزات او الحاجات اليونيك في الخليه دي تخليها تفرز الاتش سي ال؟ الحاجه الثانيه ايه هي المواد الخام اللي محتاجاها الخليه علشان تفرز الاتش سي ال؟ الخلية إمكانياتها رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة هو الكربونيك أنهيدريز إنزيم، ده الكي وورد بتاعت العملية كلها. لكن برضو مفيش مانع إن هي عندها ما يميزها في اليوني بورتر شانل، سواء كانت خاصة بالكلورايد أو كانت خاصة بالبوتاسيوم، دي بسميها يوني بورتر شانل. كمان فيها الأنايون أنتي بورتر شانل. هنشوف دلوقتي إزاي العملية كلها بتحصل. لما نعرف إن في بره ميه مستنيه في اليومن بتاع الاستومك، وعند الكربون دايكسيد والكلورايد والبوتاسيوم دول موجودين في البلازما، طيب الخليه بتعمل ايه؟ هتعمل لما يحصل ديفيوجن للكربون دايكسيد والميه، لما يحصل ديفيوجن في وجود الكربونيك انهيدريز انزيم الاثنين هيكون ال H2CO3 اللي هيتحلل بوجود الكربونيك انهيدريز انزيم ومن غيره ما يحصلش الى هيدروجين ايون و HCO3. يبقى انا اول حاجه حصلت عليها هي الهيدروجين ايون، لان انا عايز HCl. طيب عايز ادخل الكلورايد ده، شوف الخليه تعمل ايه؟ هتستخدم البايكربونات اللي هي طلعته
اللي هو نيجاتيفلي تشارجد تتبادل مع الكلورايد. يبقى من ناحيه استفدت في الاتش سي او 3 الكربونات ده هيبقى موجود في الميديا حوالين الخلايا فهيحميها من الاتش سي ال اللي هي هتفرزه. رقم اتنين انا قدرت ادخل بيه الكلورايد جوه الخليه. شايف الكلورايد بالبورتر باليونيبورتر هيبقى موجود فين دلوقتي؟ في الانتراسيلولار كاناليكولاي اللي هو مسرح الاحداث. يبقى انا نجحت ان انا اطلع الاول الكلورايد في الانتراسيلولار كاناليكولاي. لسه باين ان انا اطلع الايه؟ الهيدروجين. الهيدروجين اطلعه لازم يتبادل بنفس الفكره مع البوتاسيوم، بس مفيش هنا بوتاسيوم، لازم الاول ادخل البوتاسيوم في الانتراسيلولار كاناليكولاي. البوتاسيوم موجود فين؟ موجود في البلازما. بالاول ادخله الخليه، ادخله الخليه بايه؟ بالصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب دخلت البوتاسيوم جوه الخليه. طب اطلعه بقى في الانتراسيلولار كاناليكولاي، اكيد هستخدم البوتاسيوم يونيبورتر شانل. بالطريقه دي يبقى انا نجحت في ان اطلع البوتاسيوم في الانتراسيلولار كاناليكولاي. تيجي بقى نعمل اكستشينج مع الهيدروجين باستخدام الهيدروجين بوتاسيوم بامب، اهو كده البوتاسيوم دخل جوه والهيدروجين طلع لبره. الهيدروجين طلع لبره والكلوريد لبره، كويس اهو هيتقابلوا علشان يعملوا لنا ال HCl. يبقى انا كده نجحت في ان انا اكون ال HCl. في احيانا الخليه ما تقدرش تعمل HCl، حصل لها ديستراكشن، اوتو اميون ديزيز في الغالب، يعني كرونيك اوتو اميون ديزيز هيؤدي الى ديستراكشن اوف باريتال سيل. لما يحصل ديستراكشن باريتال سيل هيقل الايه؟ ال HCl. بس مش مشكله قوي ال HCl طبعا مشكله، لكن اللي اهم منه هو نقص الانترنسك فاكتور، لان ده هيبقى معاها دايما بيرنيشس انيميا. لكن لو حصل اوفر سكريشن ال HCl ده بالتاكيد هيؤدي الى بيبتيك ألسر. والبيبتيك ألسر برضه بالرغم من مشاكلها كتير، لكن برضه لكن اهم حاجه بتهمنا فيها هي حكايه الانترنسك فاكتور دي. لان لما يحصل بيبتيك ألسر هيحصل ديستراكشن للسيلز اللي هي البارايتال سيلز. البارايتال سيلز عندها ثلاثة ريسبتورز علشان تطلع اتش سي ال. الريسبتور الاولاني خاص بالجسترين، الريسبتور الثاني خاص بالهستامين، الريسبتور الثالث خاص بالاسيتايل كولين. عملوا لنا في الفتره اللي فاتت دي مجموعه كبيره من الادويه بتشتغل على ال اتش 2 ريسبتورز. لما تعمل انهبيشن لل اتش 2 ريسبتورز يبقى ما عادش عندي اتش سي ال سكريشن. يبقى الادويه دي استخدمها في ايه؟ في علاج الهايبر اسيديتي اند سولبيتي ألسر. هذه الادويه كانت مشكلتها الرئيسيه ان هي طبعا ليها تاثير على الميل شويه، لكن مشكلتها الرئيسيه ان هي ممكن تعمل لي برنيشس انيميا. ليه؟ لان نفس الميكانيزم اللي الخليه بتصنع بيه الاتش سي ال هتصنع بيه الانترنسك فاكتور، يعني هم بيطلعوا مع بعض كونكوميتنت. يبقى لما اعمل سبريشن للاتش سي ال يبقى انا هعمل سبريشن للانترنسك فاكتور، يبقى انا بعالج البيبتيك ألسر بس معاها بيرنيشس انيميا. علشان كده عملوا لنا حديثا مجموعه جميله من الدراجز هتعرفها لو انت فاهم الميكانيزم اللي كنا بنتكلم عنه من شويه، اللي بنسميها بروتون بامب انهبيتور. هتيجي على الهيدروجين بوتاسيوم بامب اللي لسه متكلمين عليها وتعمل لها انهبيشن. يبقى في الحاله دي لا الهيدروجين هيقدر يطلع لبره ولا البوتاسيوم هينفع يدخل لجوه. بما ان مفيش هيدروجين هيطلع لبره يبقى انا عملت ديكريز للاتش سي ال سكريشن من غير ما اثر على الانترنسيك فاكتور. الهيكوباكتر دي واحده من البكتيريا تقدر تعيش في الاسيديك ميديا، ودي حاجه نادره. يبقى الهيليكوباكتر بايلوري دي بتقدر تعيش في ايه؟ في بي اتش قليله شويه او قليله جامد، وبالتالي بتريزيست او كان ريزيست الهايبر الاسيديت بتاعت الاستومك، علشان كده بتقدر تعيش في الاستومك. مفيش مشكله ما تقدر تعيش، ما انا عندي كومنسر كتيره، لكن المشكله ان انا اعمل لها ان هي توصل للبلازما عندي او للبلاط عندي وابدا اصنع لها انتي بوليس. ايه هو يعني لما اصنع لها انتي بوليس؟ احيانا تكون البوليساكرايدز اللي انا مصنع لها الانتي بوليس دي شبه بوليساكرايدز موجوده في الجاستريك ميكوز. طب وبعدين هتيجي الانتي بوليس اللي انا عملتها تروح تهاجم البكتيريا، كويس قوي زي الفل، لكن في نفس الوقت هتروح تهاجم البوليساكرايدز اللي موجوده في الجاستريك ميكوز عندي. ده هيؤدي الى هيؤدي الى ديستراكشن للسيلز اللي فيها البوليساكرايز دي، وبالتالي هتنتهي بالبيبتيك ألسر. عشان كده بنقول ان 95% من البيبتيك ألسر ربما يكون السبب فيها بشكل او باخر هو الهيليكوباكتر اللي احنا مسمينه هيليكوباكتر بايلوري.
ده الميكانيزم اوف اتش سي ال سكريشن، هنلاقيه في البرزنتيشن بتاعنا او في البي دي اف بتاعنا تحت المحاضره، تحت الفيديو يعني على اليوتيوب. وهحطه لكم في الاخر على انه ممكن تقراه او ممكن ما تقراهوش زي ما انت تحب. البروتكشن اوف جاستريك ميكوزا اجينست الاتش سي ال، لسه متكلمين عن البيكربونات دلوقتي والخليه بتفرزه، وده رقم مهم في الحكايه. الرقم الثاني المهم قوي قوي هو الميوكس اللي بتفرزه مين؟ سيرفيس ميوكس سيل. السيرفيس ميوكس سيل بتفرز نيوترال ميوكس او ربما يكون الكالاين ميوكس. اول حاجه بيعادل الاتش سي ال، رقم اثنين بيبقى انسوليبل وبالتالي بيحمي الجاستريك ميكوزا اجينست الاتش سي ال اللي فرزتها الجاستريك جلاندز. يبقى احنا كده خلصنا مين؟ خلصنا واحده من الخلايا المهمه اللي هي البارايتال سيل. طب ايه بقى التشيف سيل؟ التشيف سيل قلنا دي واحده من الخلايا موجوده فين؟ طبعا مش هننسى خالص ان هي موجوده عند البيز، فاكرين واحنا بنرسمها لما كانت موجوده عند البيز بتاعت الجاستريك جلانز بتفرز تو انزيمز بالبيبسينوجين، مش بتفرز البيبسين، بيبسينوجين اللي بيتحول الى بيبسين بوجود الاسيديك ميديم، اوكي، وبتفرز اللايبيز انزيم. شكلها ايه؟ شكلها عادي خالص، خليه يعني ليها النيوكليوس ولها سيتوبلازم، والسيتوبلازم بيبقى بيزوفيليك، واحنا متفقين من سنه اولى ان البيزوفيليا معناها وجود ار اي ار، وار اي ار معناها ريبوسومز، وريبوسومز وار اي ار معناها بروتين سينسس، وبروتين سينس معناها ان لازم الاقي او في الغالب الاقي سكريتوري فيزيكلز، بسميها في الجي اي تي بسميها زايموجين جرانيولز عليه، لان فيها مجموعه من الانزيم بسميها ايه؟ زايموجين جرانيولز. يبقى هي في الاي ام بروتين سينسيسايزنج سيل، وبروتين سينسيسايزنج سيل اللي معناها اكستنسيف ار اي ار بروميننت جولجي ابريتس ميني سكريتوري جرانيولز يو كروماتيك نيوكليوس بروميننت نيوكليولس. دي اللي المواصفات العامه بتاعت اي بروتين سينسيسايزنج سيل. ممكن طبعا الاقي فيها مايكرو فلوي. دي الخلايا اللي كنت بحكي لكم عليها دلوقتي حالا. دي النيوكليس، وقد ايه هي اكتف نيوكليس، دي الار اي ار، وده الجولجي اباريتس، ودي السكريتوري جرانيولز اللي ممكن اشوفها. الفانكشن قلناها بتعمل سكريشن البيبسولوجين وسكريشن اللايبيز انزيم. يبقى احنا كده خلصنا الخليتين مهمين، بس مش هم دول مهمين بس، لا ده الانتير اندوكراين سيل برضه خليه مهم، بس كنا عشان نحفظها كنا حاطينها مع الخليتين اللي مش متشافين، لكن هي خليه مهمه جدا الانتيرو اندوكراين سيل. ودي مجموعه من الخلايا شغله الساينتستس من زمان، وكل شويه يدوها اسم ويغيروا الاسم، يدوها اسم ويغيروا الاسم. اول ما سموها تقريبا سموها ارجنتافين سيل او ارجايرو فيليك سيل. ليه؟ لان كلمه ارجنتافين او ارجنتافين معناها سيلفر باللغه اللاتينيه، فسموها ارجنتافين سيل لان هي بتتسبب بالسيلفر ستين. ده زمان لما كنا بنعتمد على السيلفر ستين في تشخيص هذه الخلايا. وبعد شويه قالوا لا دي هي اي بي او دي سيل، واللي اعتمدوا فينا على الفانكشن بتاع الخليه. ايه الفانكشن بتاعت النوع ده من الخلايا؟ ان هو بياخد الكرسر بتاع الامين ويعمل له ايه؟ ديكربوكسيليشن. الماده لما يحصل لها ديكربوكسيليشن تبقى في الحاله دي تشبه الهرمون، او نقدر نسميها هرمون، فسموها اي بي او دي سيل، امين بريكرسر ابتيك اند ديكربوكسيليشن. دلوقتي بقى يحبوا قوي يسموها دينس سيل. دين السيل ليه؟ لان هي مجموعه من السيلز مش موجوده في الجي اي تي بس، لا دي منتشره في سيستمز كتيره. وظيفتها هي وظيفتها اندوكراينال سيل، لكن بتاخد استيمولاي من النيرفاسيس، فسموها نيورو اندوكراين سيل، فبقت ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم. اخر حاجه الانتيرو اندوكراين سيل. انتيرو يعني جي اي تي، انتيرو اندوكراين سيل يبقى هي خليه موجوده بتفرز هرمونز في الجي اي تي، دي معنى الكلام. اوكي سهل خالص، مش ما يهمناش قوي يعني، لكن عشان لما نقرا بس او يجي لنا السؤال في الام سي كيو سواء كان في اي في انترناشونال اكزام ممكن يستخدم اي تعبير من التعبيرات دي بالمناسبه يعني. باللايت مايكروسكوب احنا ما كناش شايفينها صح؟ لكن عشان نشوفها لازم نصبغها بالايه؟ بالسيلفر ستين، يبقى كلير سيتوبلازم انستين، عشان كده لازم اصبغها بالسيلفر ستين. طيب كويس، لكن بعيد بقى عن السيلفر ستين وبعيد عن الكلام ده كله، من حيث الفانكشن عندي كذا نوع من الخلايا. عندي جي سيل بتفرز الجاستريك، وعندي الاي سيل بتفرز الجلوكاجون. السؤال هل الاي سيل في شكلها بيختلف عن الجي سيل؟ ما اعرفش. طيب هل الاي سيل اقدر اشوفها باللايت مايكروسكوب غير الجي سيل؟ برضه ما اقدرش
نقدرش نحدد. طب بيبقى ممكن بالالكتروميكروسكوب نبدا نتكلم، لكن بالاميونو اساي او بالسيتوكيمستري اقدر افرق بين الجي سيل وبين الاي سيل. طيب في دي سيل، خلي بالك الاي سيل ده شبه الاي سيل اللي موجوده في البنكرياس، والدي سيل شبه الدي سيل اللي موجوده في البنكرياس اللي كانت بتفرز برضه سوماتوستاتين، وعند الاي سيل اللي بتفرز السيريتونين. بس خلي بالك انا عندي نوعين من الارجنتفين سيل، في كلوز تايب وفي اوبن تايب. الاوبن تايب لذيذ قوي، ليه؟ لانه نطلع لسان صغنطوط كده، هذا اللسان عليه كيمو ريسبتورز، اللسان ده اللي هو الميكروبلايد يعني، عليه كيمو ريسبتورز زي ما يكون تيست بادز، بتدوق الاكل، بتدوق الجاستريك جوس، بتدوق اللي وصل لها من عمليه الدايجيشن علشان تزود او تقلل الجاستريك جوس. دي اللي هي مين؟ اللي هي الاوبن تايب. طب وهي الكلوز تايب هيبقى لها فانكشن؟ لا، هي نفس الفانكشن دي، بس ما بتروحش تاخد الاستيمولس بشكل مباشر، الاستيمولس بتجي لها من النيرفس سيستم، فبتبقى اندايركت. يبقى دي اللي هي اوبن ودي اللي هي كلوزد، دي اللي هي كلوزد ودي اللي هي اوبن انتيرو اندوكراين سيل. يبقى احنا خلصنا ايه؟ الثلاثه المهمين، باريتال سيل، تشيف سيل، ارجنتيفين سيل. اوعى تقول لي الثلاثه اللي فوق دول مش مهمين، لا مهمين جدا طبعا. الاندفرنشيتد ستيم سيل، لا دي مش محتاجه كلام خالص. ليه؟ لان احنا حافظين اي اندفرنشيتد ستيم سيل بتبقى ان اكتف سيل، وبعدين ممكن اشوف فيها الميتوتيك فيجر وتنقسم. بتبقى موجوده فين الاندفرنشيتد ميزنكيمال سيل؟ بتبقى موجوده هنا كده في منطقه الاسبس. ليه؟ علشان تنقسم، تطلع لفوق تبقى سيرفس ميوكاس سيل، تنقسم تنزل لتحت تبقى الاذر تايب اوف سيلز. امال ايه السيرفس ميوكاس سيل؟ هي دي السيلز دي، كولامنر سيل موجوده على السيرفس، موجوده على الجاستريك بيت لحد الازمس. بتفرز ايه؟ بتفرز نيوترال ميوكاس. باللايت مايكروسكوب هشوفها بيل، شيء طبيعي ان اشوفها بيل، عمرها ما كانت سيروفيليك زي دي بيل. ليه؟ لان الميوكاس هيدوب مني اثناء تحضير الشريحه. بالالكترو مايكروسكوب ما فيش فيها ما يميزها بالالكترو مايكروسكوب غير ان فيها جولجي اباريتس وشويه ميوكاس جرانيولز. الفانكشن بتاعتها بتفرز نيوترال ميوكاس، اللي بينجح ان هو يعمل لي كوت او بارير حوالين الميكوزا او فوق الميكوزا علشان تو بروتكت السيلز من الاتش سي ال اللي موجود في استومك. الميوكاس نكسل شبهها بالظبط، بدور الخليتين المتشابهتين شبهها بالظبط، بس بدل ما نيوترال ميوكاس هيفرز اسيتيك ميوكاس. الجدول ده بيجمع الحصه بس بشكل تاني عشان اللي ما حفظش يحفظ. بيقول ايه؟ بيقول ان الازمس المنطقه دي اكتر حاجه الاقيها فيها هي السيرفس ميوكاس سيل، وايه تاني؟ وشويه دينس سيل. طب والنك المنطقه دي؟ لا، دي هلاقي فيها الباريتال سيل والدينس سيل والميوكاس نيك سيل. والمنطقه الاخيره دي لما دي اللي فيها معظم بقى ايه؟ فيها التشيف سيل والانتيرو اندوكراين سيل والباريتال سيل، وممكن الاقي فيها شويه صغيرين من الميوكاس نيك سيل. ده اوكيشنال. يبقى احنا كده خلصنا الفندس، يبقى احنا كده خلصنا الاستومك، كل اللي باقي شويه كومباريزون. كومباريزون هنقارن بقى على الفندس، لان احنا كده المفروض ان احنا فهمنا الفندس وفهمنا الجاستريجيل. فاكرين الخمس كلمات اللي احنا كنا عايزين نطلع بيهم اللي هم ايه؟ روجي، جاستريك بيت، جاستريك جلانس، وبعدين خاصين بالماسكلوزا ان هي 3 لايرز بتعمل البايلوريك سفينكت. يبقى دول كل خمسه، وبعدين طلعنا في 6 سيلز اللي هم 2 مهمين و2 مش متشابهين و2 متشابهين. اوكي، لا الكارديا ريج مختلفه عن الحكايه دي ولا شبهها؟ لا شبهها بالظبط، بس احنا عندنا المين فانكشن اوف ذا كارديا ريج. دي ايه الكارديا ريج الاول؟ الاسوفاجس هو نازل، الاسطوانه بتبقى حوالي كده، دي بسميها الكارديا ريج او الكارديا. اهم ما يميزها ان هي بتفرز ميوكاس كتير. ليه؟ عشان احمي الاسوفجس من الاتش سي ال اللي موجود في الاستومك. مش مهم هنا الدايجيشن قوي، لكن مهم قوي ان انا احمي الاسوفجس. لكن هل ده ما ينفي ان انا الاقي فيها شويه بارايتال سيل؟ لا طبعا. هل الجلاندس فيها بتاع الجلاندس بتاعتها فيها شويه بارايتال سيلز؟ لكن المين فانكشن بتاعت الجلاندس اللي موجوده في في اللامينا بروبريا بتاعت منطقه الكاردياك ريجن، المين فانكشن بتاعت الجلاند دي هو الميوكاس سيكريشن. وفي البيلورس على فكره نفس الفكره بالظبط، دي سيكشن في البيلورس ودي سيكشن في الفاندس. ها
احنا حافظين الفندس، دي الجاستريك بيت ودي الجاستريك جلاند، نازله بتو برانشز، واحده يمين واحده شمال. ليه؟ لان هي سيمبل برانش تيوبولار جلاند. لكن في البيلوراس سيمبل برانش تيوبولار جلاند زي دي بالظبط. لكن لاحظ معايا ان الجاستريك بيت هنا كبيره عميقه، لكن الجاستريك بيت هنا شالو. الجاستريك بيت هنا واسعه، لكن الجاستريك بيت هنا ضيقه. طبعا دي بيفتح فيها مجموعه من الجلاندز، بيفتح فيها مجموعه من الجلاندز. يبقى اذا البايلورس تيبيكال لمين؟ للفاندس. الابيسيليم بتاعها سيمبل كولامنر ابيسيليم، ميوكس سكريتنج سيل زي الفاندس. اللامنا بروبريا فيها البايلوريك جلاند زي ما كان الفاندس فيها الفاند جلاند. الماسكولاريس موكوزا نفس الكلام. طب ايه الفرق بين الفاند جلاند والبايلوريك جلاند؟ دي لونج سيمبل برانش تيوبلر، دي برضه سيمبل برانش تيوبلر بس شورت. الجاستريك بيت فاكرين كانت هنا قصيره قوي بالنسبه للجاستريك جلان، لكن هنا هتبقى واسعه وكبيره لدرجه ان هي طولها قد طول الفاند البيلوريك جلاند. هنا فيري كراودد، شيء طبيعي لان المين فانكشن اوف ذا فاندك ريجن هي الدايجيشن. المين فانكشن اوف ذا بيلوريك ريجن هي السفنكتر، عشان كده انا اهتم هنا بالمصل، واهتم هنا بالايه؟ واهتم هنا بالسكريشن، علشان كده الجلاندز هنا فيري كراودد، هنا ما هياش كراودد. هنا بربندكولار على السيرفس، عشان ارص كتير، عايز جلاندز كتيره، لكن هنا بتبقى وايد كده واسعه وكويلد ومرحرحه. الخلايا اللي موجوده هنا طبعا المثاليه اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم الستة سيلز، هنا مش هلاقي التشيف سيل ولا هلاقي البارايتال سيل، لو ان احيانا هلاقي البارايتال سيل. قلنا ان الماسكولاريس ميكوزا في الاثنين شبه بعض بالظبط، الصم ميكوزا الاثنين شبه بعض بالظبط، الماسكولوزا الاثنين شبه بعض بالظبط باستثناء ان هنا بيحصل سيكلينج للميدل سيكيولار لاير عشان تعمل لي ما يسمى بالبايلوريك اسفنكتر. وفي الاخر بنلاقي الستيرويد. الجاسترو اسوفيجيال جانكشن، ده الجانكشن ما بين الاسوفاجس وما بين الاستومك. ايه اللي بيحصل؟ الاسوفاجس استراتيفايد سكومس ابسيليا، الاستومك سيمبل كولامنر ابسيليا، الاستراتيفايد هيبقى سيمبل. الاسوفاجس في سب، في لامنا بروبريا، فيها جلاند اسمها ايه؟ كاردياك جلاند. طب الاستومك لما انزل كده اللي هي منطقه الكاردياك ريجن فيها ايه؟ فيها كاردياك جلاند بالنسبه للامنا بروبريا. طب الماسكولاريس ميكوزا ماشيه معايا. طب الصب ميكوزا بس الصب ميكوزا في الاسوفاجس كان فيها ما يسمى بالاسوفجيال جلاند، في هنا في الاستومك في الصب ميكوزا في جلاند؟ لا طبعا. الماسكولوزا كان هنا هنا في سيركولار واوتر لينجويدنا في الاسوفاجس، لما انزل في الاستومك كان هون بقى ثلاثه ليه؟ اذا في تشينجز بتحصل في منطقه العلاقه التواصل بين الاسوفاجس وما بين الاستومك. ده الاسوفاجس ستراتيفايرس كومات ابسيليا شويه بقى هوب سيمبل كولامنر ابيثيليوم، اسوفجيال جلاندز ماشيه وهوب اختفت. الصاب ميكوزا مفيش فيها حاجه هنا ولا هنا، لكن تعالى نشوف هنا ده الاسوفجس ستراتيفايس كومس ابسيليا، هنا بقى سيمبل كولامنر ابسيليوم. كاردياك جلاند استمرت وبقت كاردياك جلاندز. الاسوفجيال جلاندز مش هتمشي معايا. الماسكولوزا او الماسكولاريس اكسترنا هنا هلاقيها 2 ليرز وهنا هلاقيها 3 ليرز. ده طبعا الابيثيل، ودي المينابروبري اللي موجود فيها الجاستر جلاند. لو اخد سيكشن في الفاندس انا كده واخد سيكشن في الفاندس، ده الماسكولاريس مكوزة ودي الساب مكوزة، وده التلاتة ليرز اوف ماسكولوزا، واخر حاجة بتقابلني هي استرول. ده اللي عاوز يعني يعرف السلايد بتاعنا. ممكن نعمل كومباريزون ما بين الاسوفجس وما بين الكومبوننتس اوف ذا ستومك. ممكن طبعا من ناحيه الابيثيليوم ده ستراتيفايز كومس ابيثيليوم، ده سيمبل كولامنر ابيثيليوم. ده نوع الابيثيليوم هنا ايه؟ اذا هنا ميوكاس سكريتنج سيلز. اللامنا بروبريا بتاعت الاسوفجس فيها ايه؟ فيها كاردياك جلاندز، وهنا كاردياك جلاندز، هنا فاندك جلاند، هنا بايلوريك جلاند. لكن الجاستريك بيت هنا غير هنا غير هنا، هنا بتبقى شالو وهنا بتبقى نارو وهنا بتبقى ديب واي. يبقى هنا شالو نارو ديب واي. السيلز اوف ذا جلاند هنا ميوكاس سكريتنج سيل، هنا ست انواع من السيلز، بينقص واحده هنا وينقص واحده هنا اللي هي التشيف سيل. الماسكولاريس ميكوزا، ميكوزا الماسكولاريس ميكوزا مش الماسكولوزا،
ماسكولاريس ميكوزا هنا لومبريدنا لير بس، هنا انر سيركل الرقاطه اللي الصب ميكوزا هنا اسوفيجيال جلانس مش هنا حاجه. الماسكولاريس اكسترنا هنا اوتر سيركل واوت انر سيركل واوتر لونجيتودينال، هنا ثلاثه ليرز الانر اوبليك والميدل والاوتر، وبعدين هنا هتعمل لي السفنكتر. السيروزا معظم الاسوفاجس متغطى بادفنتيشيا، واحيانا لما يوصل لابتول الكافيتي يتغطى بسيروزا، لكن الاستومك كلها متغطيه بايه؟ بسيروزا. في الاخر انا بقول لكم شكرا جدا جدا جدا، وان شاء الله نتقابل في محاضره اخرى عن السمول انتستين، ونقارن ما بين الاسوفاجس والاستومك والسمول انتستين، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.